مراكز التدريب النسوية في الشمال السوري الحل الأفضل بالنسبة إلى كثير من النساء ممن وجدن أنفسهن في موقف المعيل بعد فقدان رب الأسرة أو تحولهم إلى عاطلين عن العمل نتيجة الأوضاع الاقتصادية المزرية، بهدف إنقاذ الفتيات اللواتي انقطعن عن التعليم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. تعمل السيدة ضياء الشيخ بشكل تطوعي مع بقية فريقها على تأهيل الفتيات وتعلمهن لعدة خبرات ضمن الفنون النسوية في مركز تدريب في مدينة سرمدة بريف إدلب. طبعا أنا وعدد من المتدربات في المركز بحدود 14 متدربة قمنا بعمل في هذا المركز حاليا في وضع التطوع متطوعات في تدريب طالبات أعمارهم بتجاوز من 14-18 سنة، وطبعا تدريب على عدة مهن وعدة حرف وهي التمريض، الكوافيرة، الخياطة، تريكو، تطريز. طبعا الهدف من المركز انه تعليم الفتيات في هذه الفئات العمريه بسبب تاخير تتمه الدراسه في ظروف الحرب اللي نحن فيها. العديد من السيدات والفتيات يكتسبن خبرات ومهارات من الدورات التي تقام في المركز بهدف التمكين منها في عده مجالات ومحاوله العمل والانتاج في المستقبل القريب. استقطبنا عدد من الفتيات حتى الفتيات تطلع بالنهاية منتجة لمنزلها لأسرتها، تقوم بعمل مشروع صغير يعود بالنفع لها ولعائلتها، أو معلمة أو مثلا حرفة الخياطة تفتح ورشة تستفاد في النهاية في هذه الحرفة اللي عم تتعلم عنها. وفي نهاية الدوام الصيفي التطوعي قمنا بعمل معرض إنتاجي، فهذا المعرض الإنتاجي قدمنا فيه معروضات حاليا للبيع حتى يصير مردود للمركز، لأن نحن في فترة تطوع ونتمنى من الله تعالى ونتمنى أنه يسأل صوتنا أنه نحن نضل مستمرين، لأن نحن رح نضل مستمرين ونستقطب هذه الفئات العمرية بسبب أنه نحن عنا عدد من النزوح في منطقتنا. يعمل المركز بشكل تطوعي ويعاني من قلة الدعم المادي وعدم توفر الاحتياجات اللازمة لتطوير عمل المركز وتقديم الخدمات اللازمة للمتخرجات تمكنهم من توفير مردود مادي ثابت لهم.